يا اهلا بكل حضراتكم عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي. امبارح كنا اتكلمنا عن الرؤيه الفنيه لمباراه النهارده الاهلي وطلائع الجيش من وجهه نظر نجم ومدرب طلائع الجيش السابق كابتن عبد الناصر محمد. النهارده ان شاء الله هنتكلم بقى مع حضراتكم من الزاويه الاهلاويه وهنتكلم يعني هيكون كلامنا من شقين، الشق الثاني ان شاء الله اللي هي الفقره الثانيه هتكون مع كابتن عادل طعيمه نجم النادي الاهلي السابق ونتعرف بقى على رؤيته المتعلقه بلقاء اليوم، لكن دلوقتي الشق الاول هنتكلم من خلاله عن نوستالجيا السوبر المصري مع الاستاذ محمد صادق مدير مؤسسه الارشيف العربي اللي غايب عننا وكان ضرب غطس بقى له فتره طويله، ينفع كده يا استاذ صادق؟ معلش الله يسلمك والله مبسوط جدا ان انا يعني رجعت البيت تاني والله نورت الدنيا كلها لما مبسوط قاعد مع استاذ كريم واستاذ نهاوند يدوني الطاقه الايجابيه وانا بتكلم ده حضرتك اللي مصدرها يا فندم ربنا يكرمك صباح الخير يا فندم عليك وزي ما كنا بنقول لك بجد يعني ودي مشاعر حقيقيه والله بقى لنا كتير ما شفناكش وانت منورنا النهارده تبقى فكره حلوه النوستالجيا الناس كلها بتحب تبقى فيه عندها حنين للماضي وتشوف التاريخ بيقول ايه بيبقى فيه متعه في الموضوع خصوصا لما بيبقى حاجه انت بتعشقها او بتحبها وبنتكلم عن نوستالجيا النادي الاهلي وكمان يعني السوبر المصري وهي يمكن بطوله مستحدثه اول مره شاركنا فيها والاهلي شارك فيها كان 2003 فعايزين كان امام كمان الزمالك على حسب ما اتذكر فرجعنا بقى بدايه من النوستالجيا دي النوستالجيا يعني تاريخ والنادي الاهلي هو تاريخ النادي الاهلي الوجهه الحضاريه لمصر يعني من قلاع الوطنيه في مصر النادي الاهلي من قلاع التاريخ في مصر هو النادي الاهلي 1907 الى 2000 النهارده 21 يعني كام سنه 100 وتاريخ عظيم فلما نتكلم على التاريخ نذكر النادي الاهلي لما نقول المبادئ النادي الاهلي البطولات النادي الاهلي دي مقدمه بسيطه عشان الناس تعرف اللي ملوش ماضي ملوش حاضر كمان اللي بقولها ليه لان الاهلي احنا عايشين على الماضي والحاضر وكمان المستقبل اللي جاي المستقبل كله بناخده نستمده من ايه من الماضي الجميل من رؤساء شرفاء من ناس محترمين من لعيبه كبار من تاريخ عظيم من مبادئ من قيم من اخلاق اتعلمناها في النادي الاهلي لو اتكلمنا عن السوبر هو اول بطوله فعليه الاهلي خدها 2003 لكن هي البطوله بدات 2001 وكان المفروض الاهلي يلعب في البطوله ولكن كان طبعا الاهلي هو الواجهه الحضاريه لمصر ها كان بيلعب في افريقيا وكان وراه مباراه مهمه جدا مع اسك ساحلي العاج اسك ابيجان فرقه عظيمه موجوده من زمان طبعا. وكان الاهلي وراه مهمه وطنيه برضه كان في بعض التعنت من اتحاد الكوره ساعتها ها ان الاهلي ايه كان عايز ياجل كام يوم قالوا له لا لازم تلعب مصر فانسحب فدخل بدل الاهلي المحله اللي كان تاني الكاس بعد الاهلي ولعب مع الزمالك وما لعبناش المباراه. يعني احنا من قديم الازل الاهلي يعني لعيبه النادي الاهلي يعني متشتتين في بطولات مختلفه ونفس القصه. في كل المكان عشان احنا بنمشي باللوائح والنظم. في ناس كانت بتمشي باللوائح وبيحصل زي احنا بنشوف الايام اللي فاتت دي هرج ومرج وست نقط واتحاد كوره وحاجات كده غريبه ظريفه يعني كلها دي مقدمات يعني والتاريخ تملي بيعيدنا الواحد بيخبي الهواء بيخلي كل حاجه زي ف 2003 لعبنا المباراه اول سوبر لينا مع الزمالك وكانت مباراه 0-0 وخلصت بضربات الجزاء ودي كانت مباراه مهمه جدا وعايزين نشوف كمان اول تشكيل للنادي الاهلي يعني في اول تشكيل سوبر نادي الاهلي في صوره للفريق اللي خد البطوله دي كان فريق جميل قوي كابتن محمد فضل وكابتن وائل جمعه وكابتن هاني سعيد ها كابتن رامي سعيد بتاع عصام الحضري مجموعه كبيره جدا وكانت بطوله جميله جدا من اللعيبه اهي كابتن محمد فضل كابتن خالد بيبو كابتن وائل جمعه كابتن هاني سعيد ها كل النجوم الكبار هادي خشبه كابتن جلبرتو رامي سعيد كابتن محمد عماره الكابتن عصام الحضري فرقه تقيله واسامي تقيله دي اول فرقه مثلت النادي الاهلي في 2003 عشان تاخد اول سوبر للنادي الاهلي وقالوا له فتحت خير بقى كاس السوبر وفتحنا احنا ما بنخش في اي بطوله واحنا فتحنا حقيقي احنا يعني فرق كبير بيننا وبين اقرب منافس لينا في عدد المرات اللي حصل فيها في كل حاجه احنا 11 مره واقرب منافس ليك الزمالك اربعه والبطولتين اللي هم يعني حصل فينا تقام معاهم كسبونا كان بضربات الجزاء والفرق المنافسه لينا ما خدتش بطوله ما خدتش مباراه في الوقت الاصلي كان كل مره تاخدها من ضربات الجزاء للوقت الاضافي احنا كل بطولاتنا ما شاء الله نتكلم عندنا يعني 11 سوبر كاتب يعني تواريخ وحاجات بحب انا اذاكر وارجع واشوف المجله واجيب الوثيقه طب ما تمشي بينا واحده واحده تاريخ منهم كده يا استاذ احنا 2003 احنا شفناها هنخش في 2005 بعد كده بقى كل الاجيال عظيمه لكن في علامه استفهام كبير قوي الجيل اللي بدا في 2005 جيل يعني عظيم فعلا وبدات بقى البطولات بشكل كبير
يعني فتحنا الكليه وفتحنا المدرسه. دي البطوله اللي كان وائل جمعه احرز فيها هدف في الفوز. تمام. في الوقت كانت 90 بلس تقريبا بالظبط. وقت صعب جدا. اوكي. كانت مباراه مهمه جدا جدا. اهي انا كاتبها انا معايا كمان في 2005. شايفين الهدف اهو. الله. ايوه الناس شايفه الهدف. يعني وشيء كويس ان الكابتن وائل جمعه النهارده فين؟ في منتخب طبعا. مصر. طبعا. ماسك من اعضاء الجهاز. يستحق هو الحقيقه كل خير. ده صخره الدفاع بتاعتنا. صخره الدفاع. وكان العيون ثاقبه لما احنا قلنا ده في المحله ده لعيب كبير وعظيم. لا والهدف ده كمان ليه ذكرى عطر عند كتير قوي من الاهلاويه اللي ما كانش مش من المعتاد قوي ان انت تشوف حد من نجوم الدفاع بيسجل اهداف. تمام تمام. كان هدف مميز. وكان دي كانت مباراه الاهلي وانبي. دي مباراه الاهلي وانبي. مظبوط. وكانت ساعتها فرقه انبي ما شاء الله كانت فرقه بتنافس في الدوري وفي الكاس وفرقه كبيره جدا. وكان ظهور بقى فرق الشركات طبعا بشكل كبير ودعم كبير ويجيبوا لعيبه كبيره. فكانت المباراه دي بتبقى صعبه جدا مش سهله. يعني ما فيش مباراه السوبر دي بتبقى صعبه يعني على الزعامه ما بين بطل الدوري وبطل الكاس. طبعا. ساعات الاهلي كان بياخد الدوري والكاس يدوروا على المركز الثاني في الكاس عشان يجيبوه. يعني انا بستغرب لازم كان يلعبوا سوبر. ما انا واخد الدوري والكاس العب بيه سوبر. او يتعمل تقسيمه كده بين لعيبه النادي الاهلي بينهم وبين بعض. العمليه بيتي كده عبدايق يعني. وتبقى في حب الرياضه المصريه يعني. ده في 2005. وجينا في 2006 برضو تكرر المشهد ولعبنا مع برضو الفرقه الجميله المحترمه فرقه انبي وكسبنا برضو 1-0 لو عندنا اي حاجه ليها برضو. 2005 2006 2005 و2006 ده ابو تريكه بقى. ايوه. كانت مباراه مهمه جدا جدا. وكان برضو انبي عندها يعني الحافز انها تعوض تبقى تاخد بطوله. برضو فرق انبي من الفرق اللي وصلت اكتر من مره للسوبر 3 مرات. وده شيء كويس جدا جدا يعني. اهي ايوه كابتن ابو تريكه ده كان في الدقيقة 91 تقريبا. اه شوف تحس ان المباراة برضه 90 بلس تبقى صعبة لأن الأهلي في الفترة دي كان بيلعب على جميع الأصعدة. يعني كأس أفريقيا، كأس مصر، الدوري بيحاول يحقق الخماسيات. إحنا الأهلي هنا في مصر بيحقق الخماسيات. دوري وكأس سوبر وكأس أفريقيا ولسه عايزين نعمل كده بقى السوبر الأفريقي. ده مهم جدا عشان الناس تعرف إن الأهلي مش سوبر مصر بس. ده سيد أفريقيا. وسوبر أفريقيا. ده بالنتائج. ما هو على الكلام ما احنا نقول كلام كتير للصبح لكن بالبطوله يعني احنا نتكلم بالورقه والقلم. صح. احنا بنعمل لا نتكلم. الثرثره بتضيع حاجات كثيره. هو حلاوه الاهلي وانا بتكلم بطبيعتي يعني بينجز بيجيب بالاخر. احنا ماشي. وكمان ايه ده شكل مؤسسي محترم طبعا. انا قاعد في الاهلي بقالي سنه وشهرين اهو. اول انا اسمع لما دخلت يعني الاهلي جوه شفت فعلا نظام مؤسسي. كل واحد عارف دوره ايه. مفيش حد بيتحدى حدوده. انا دوري معد، انا دوري مذيع، انا دوري مجلس اداره، رئيس نادي. كل واحد عارف دوره بيأديه. ما بيتكلمش على كل واحد بيأديه. حتى اللعيبه المحترمه النهارده معانا لعيب كان بيلعب في الاهلي راح فرقه ثانيه كل احترامه والتقدير يروح يحترف. كان عايز يلعب في الاهلي ويكمل حصل نسيب يروح فريق ثاني يبقى زعلان. كابتن سعد سمير كان زعلان جدا طبعا. وهو اكيد مش قال بقى انا لا انا ازاي انا هروح انا هعمل عايز فلوس. لا خلاص اتربى في النادي الاهلي وحب النادي الاهلي. نرجع تاني لبطولتنا عشان ما نروحش بعيد. بس انا كل ما اجي اتكلم على الاهلي في مواقف كده بتشدني كمتابع عادي كراجل بتفرج على النادي الاهلي. هنخش في 2007 بقى. وده كان ماتش الاسماعيلي بقى. الاسماعيلي كان الاسماعيلي فرقه ما شاء الله يعني كان مليان نجوم كبار. وفرقه الاسماعيليه سمسميه فرقه جميله ومحترمه جدا جدا يعني. مين كان ابرز نجومهم وقتها؟ الكابتن سيد معوض. يعني في لقاء كان كابتن سيد معوض مع كابتن اسلام الشاطر. كان الكابتن اسلام الشاطر لسه رايح النادي الاهلي وكان قبليه في الاسماعيلي. فلعبوا مع بعض وقدام بعض ده قدام ده. يعني اسلام يعني اسلام الشاطر باك يمين كابتن اسلام الشاطر مع كل التقدير والاحترام والكابتن معوض باك شمال. فكان تنملي بيقابلوا بعض. فكان في صوره شفتها في المجله هنا وهم بيقابلوا بعض يعني اصدقاء يعني كانوا مع بعض السنه اللي قبليها بعد كده لعبوا مع بعض. ده شيء مهم جدا. وفرق وكابتن محمد بركات يعني كان كان يعني الاسماعيلي ما شاء الله في فرق وكابتن عماد النحاس وناس كبيره جدا. ده ماتش ده خلص بضربات الجزاء. خلص 4-2 وقال لك الاهلي ياخذ السوبر بالتخصص 4-2 بالتخصص. شوف كابتن محمد حمص. وانا بحب جدا لما اجي اتكلم في الاهلي مفيش نوع من الحزازيه. بتكلم على كل الفرق النجوم الكبار والفرق الكبيره. لا فريق محترم طول عمره الاسماعيلي طبعا وعنده تاريخ برضه طبعا. هو كابتن سيد معوض لسه بقول اهو بيرفع الكوره. والكابتن ايه
محمد حمص وكابتن عصام حضرتك كان موجود، حصل وحصل التعادل وايه وكسبنا ب 4-2. لا وكلهم اصدقاء، هي الرياضه كده، والاهلي بيدي يعني بيدي كده رسائل حلوه اللي حواليه. لا والجيل ده كمان كل لعيبته الحقيقه غير امكانياتهم واحترافيتهم، لا تقال، ويعني جيل مميز قوي الحقيقه. طبعا وبعدين احنا بنبقى فرحانين واحنا عايزين فرقه كبيره تبقى تنزل من الدوري ولا فرقه تبقى ضعيفه، لا هي المنافسه عايزه يعني طبعاً. فرق قويه، انت مش هتنافس نفسك في الاول في الاخر، يعني فين المتعه؟ واغلب الفرق ما شاء الله يا استاذنا هون اغلب تاريخ النادي الاهلي تلاقي لما تكون بطوله كبيره اول الفرق كلها فيها نجوم وجامده، الاهلي كان بياخد البطوله بجداره وكان بيلعب الفرق دي كلها وبيكسبها. لما بتلاقي اغلب الفرق دي تعبانه ومستوى بيبقى مستوانا احنا كمان احنا بننزل معاهم غصب عننا، لكن اغلب بطولات النادي الاهلي واخدها في عز فكره الانديه بتجيب لعيبه طبعا. يعني الدوري السنه هيكون من اقوى دوريات في تاريخ مصر، كل الفرق بتدعم وفرق كبيره دخلت وجابت احسن لعيبه، والاهلي لازم يدعم، الاهلي بيدعم كره القدم بطريقه كبيره جدا. ان نرجع هنا ضربات الجزاء خلص الماتش 4-2، كابتن محمد صبحي حارس، كابتن عبد الله السعيد قبل ما كان بيلعب في الاسماعيلي، شكلهم كانوا صغيرين طبعا صغيرين خالص. عبد الله ضيع ضربه عبد الله السعيد صح تمام. كان الماتش ده ضربات جزاء كارثه، المطوشه دي كانت صعبه جدا، صعبه ما كانتش بتخرب بسهوله ابدا، من المطوشه الصعبه جدا، حتى كان في الاهلي والزمالك، الاهلي كسب بال3-2 يعني كان فرق بسيط لغايه اخر لحظه، مدية لغايه اخر لحظه لانها على الزعامه. انا عايز اسالك حاجه برضو استاذ محمد فضل. يعني احنا بنرجع بالتاريخ كده للماتشات، وعايزين نرجع برضو للجماهير، لان الجماهير جزء كبير قوي من النوستالجيا، بيبقى ليهم دور قوي في كل المباريات تقريبا. يعني خلينا برضو نرجع وتحكي لنا كده عن، وحضرتك كنت بتحضر تبقى حريص دايما تكون موجود في يعني ماتشات مختلفه وبطولات مختلفه خاصه بالاهلي، احكي لنا كده كانت الكواليس بين الجمهور ازاي برضو، يعني مفتقدين احنا الحته دي. والله سؤال جميل جدا وسؤال عاطفي يعني هز وبداني من جوه. انا كنا نروح في حاجه حلوه قوي، احنا كنا نروح من بدري ونقعد ونجيب اكلنا معانا وبتاع وميتنا ونقعد عائله كده النادي الاهلي. اتعلمت انا في جماهير النادي عمرنا ما شتمنا. يعني حتى لو في بعض الناس كل جمهور فيهم متدسين اكيد كانوا ياخدوا جنب كده مع بعض، لكن احنا كنت اول ما اتجوزت وخلفت كنت شلت ابني لبسته احمر وخدت المدام بتاعتي وايه ومافعين النادي الاهلي ورايحين عائله. ها اول ما نقول اهلي بقى ابني يكبر يقول اهلي فرحان ليه؟ وانا صغير كنت جمهور، كنا بنستنى النادي الاهلي بعد كل مباراه، كابتن خطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ماهر همام، كابتن مختار، كابتن شطه، ناس كده نبص لهم رموز طبعا الاخلاق والتاريخ العظيم، وبيلعبوا لاخر اخر لحظه، وبطولات نادي الاهلي في السبعينات دي كانت غير عاديه، وكنت انا صغير وكنا نقف كجمهور نستناهم بعد الايه؟ بعد المباراه، ونقعد نسقف ونعمل لهم كده وبتاع. لما شفت كابتن الخطيب من كام سنه كده قلت له يا كابتن من 45 سنه نفسي اشوفك لسه رد لك البوسه. فجمهور الاهلي جميل عظيم، تقعد في كده احتفاليه جميله، رايحين نفرح، تشجيع الحلو للفريق دايما وفي ظهر دايما الفريق واثقين في اللعيبه وبدعم كبير ليها. طبعا الاهلي هو القوه القويه جدا بجمهوره طبعا بره مصر وجوه مصر، والنادي الاهلي خش على الصفحه شوف الاسلوب الراكب طبعا. التعامل ليه الاسلوب الراكب بتاعنا؟ لان احنا القمة. والله انا قلت الكلام ده اول ما انضمينا لقناه الاهلي، حتى الجمهور او الناس المتابعين هم مثلا لما تخش اي حد ولو جاب ربع اسم حتى مش لاعب مذيع اي شخص بينتمي للاهلي تلاقي هم اللي دخلوا ردوا، هم اللي دفعوا، هم اللي عملوا، هم اللي شجعوك، يعني تحس انت وسط اهلك فعلا على كل الاصعده مش بس لعيبه حقيقي. انا كمان كجمهور وانا قاعد بتفرج على النادي الاهلي وبيحتفل ايه ده؟ احتفاليه، انا كنت قاعد في الامارات وشفت الاحتفاليه هنا بقيت قاعد فخور بنفسي. حلو قوي الحمد لله، حاجه حاجه جميله يا فندم، كل واحد عارف بيقول ايه واقف ازاي وعارف مكانه. استاذ نواند واقف، استاذ كريم قاعد وسط الناس اللعيبه. عايز اقول لحضرتك المشهد كمان كان في بعض الناس منزله صور، يعني انا شفت بعض اللقطات دي على السوشيال ميديا، الناس في الاوتيلات اللي حوالين النادي الاهلي يعني الاوتيلات الشهيره المعروف، ناس مصوره المشهد من فوق، التتش كله باللون الاحمر والذهبي والتنظيم، كان شكل حلو قوي بصراحه. ده منظر عظيم وحضاري وانا قاعد بره بشوف، ده منظر سياحي، ده عمل جذب سياحي. يعني الرياضه بتعمل جذب سياحي طبعا، مرتبطه طبعا باستثمارات، ها وحاجه عظيمه قوي. ده يا جماعه النادي الاهلي ده واجهه عظيمه لمصر، يعني احنا فرحانين
كنادي اهلي ان احنا طلعنا شجعنا الاهلي، طلعانين اللون الاحمر ده هو شعارنا، طالعين ان الكابتن الخطيب هو رمز لينا وكابتن حسن حمدي رمز لينا. طبعا رموز كثيره يعني نتشرف بيها. عايزين بس قبل ما الوقت يسرقنا حتى فرصه نتكلم برضو معاك على مباراه السوبر 2007 2008 كان ما بين الاهلي والزمالك. وكان كابتن اينو طبعا كابتن احمد حسن معتز اينو. ايوه بالظبط. وكان 2008 دي الاهلي كسب 2-0 اهلي والزمالك 2-0 ودي من المباريات المهمة. وخد بالك احنا اتكلمنا في 2008 كان الاهلي في السنة دي خد افريقيا برضه بجون كابتن وائل جمعة. تاريخ بيعيد نفسه فعلا طبعا. والله واللعيبة بتلاقي اهي كابتن احمد حسن ما شاء الله طبعا. عميد على لعيبي العالم كابتن بركات طبعا جميل جميل كابتن بركات من الجميل جدا ها ان ببقى سعيد بيه قوي ان كل لقاءاته اللي كانت تجمعه مع الزمالك ما خسرش ولا ماتش ما شاء الله. هو حتى كان في موهبة استثنائية حقيقي كابتن بركات. لا 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 مش معقول. ده كان ليه دور كمان غير رياضي دور انه كان بيعمل البكا بينه وبين صحابه القفشات والحلو والضحك ده قالب سكر بينزلوا صحيح. مجموعة واحدة بيحملوا النادي الاهلي يعني كنت في ماتش كان الاهلي مغلوب 3-2 وماتش اهو يا لسه بقول كان والكابتن خلاص ماتش بينتهي والزمالك اول مرة هيكسب الاهلي في بركات كابتن بركات فضل محاوله مره واثنين لغايه ما جاب الجون التعادل وبقى قلع الفانيلا دي باللقطات البسيطه اللي كابتن بركات قلع فيها الفانيلا وراح على الجمهور في اخر دقيقه احنا كنا سعداء جدا يا جماعه احنا قاعدين في البيت والله والله ما بكذبش انا ومراتي واولادي حماتي امي اخواتي بيجي ماتش الاهلي او بيجي جون او ناخد بطوله نقول كلنا اهلي والله العظيم ما بكذب جميل دي حاجه كده طبيعيه يا سلام على الفرحه يا سلام على الفرحه الاهلي بيجي يلعب باسم مصر افريقيا اللي فاتت دي واللي قبليها التاسعه والعاشره انا بجد ولسه ولسه ان شاء الله يعني كتير جاي ولسه فيه طبعا ولسه عندنا في حاجات كتير هتفرحنا مع الاهلي يا استاذ كورونا عامله مشكله وده واحنا كنا فرحانين ومسعداء حاجه بتدخل البهجه ما تغيبش عندنا بقى الفتره الجايه يا استاذ صبري يا ريت والله عشان انت القعده معاك بتبقى دايما جميله ومليانه ذكريات حلوه وعواطف جياشه واحداث يعني فعلا ما تتنسيش في تاريخ النادي الاهلي ومحفوره كده في وجدان كل الاهلاويه نورت الدنيا كالعاده وان شاء الله نشوفك على خير قريب شكرا استاذ نعواندي نورتنا كنتوا قبل ما اختم فعلا بتدوا الطاقه الايجابيه لاي ضيف عندكم يا رب يخليك ربنا يخليكم لينا ويديكم الصحه نورتنا وهنشوفك تاني قريب ده شرف ليا ده شرف ليا ان شاء الله فاصل سريع وهينضم لينا في الفقره الاخيره كابتن عادل تعيم خليكم معانا